هذا هو اللي شاطر بيه رامبو، يهز ذيله وتقول اذان ورقيف الشراكه. ودي يا رامبو بدك تبحش تعال، بس هذاك ايش واقف لي هيك يا اخوان ومطاها قمق بيها. شدر اوه يا ابو، ما هو الشدر منزق وهو مصر. بسم الله الرحمن الرحيم، اقسم بالله يا اخوان انه السحر لهون قوي، يعني صارت معنا هي انجرحت ايد ابوي، وزائد انه ايش علقت اجره هون، سمعنا صوت نفس بن ادم هون، اقسم بالله وكتاب الله يا اخوان. ها يا رب سمعت؟ اه اعوذ هون 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 بيصوت. سعد الله اوقاتكم يا حبايب القلب، يسعد قلبكم جميعا، بحييكم كل التحيه لكم يا حبايبي، يسعد قلبكم جميعا. حبايبي اليوم مغامرتنا ان شاء الله عمل خير ان شاء الله بمشيئه رب العالمين. طبعا عندي الكلب صاحب، ان شاء الله اليوم راح اتبع مع الكلب صاحب مشيئه رب العالمين. طبعا الواد انا زي ما عودتكم يا حبايبي، هذا الواد اللي انا فايت عليه وادي العجائب. الوادي العجائب يحتوي، هذا وادي العجائب يحتوي على اسحار قديمه، هو بعدين سميناه وادي السحره. هذا الواد موجود به سحر كثير يا حبايبي، والكلب صاحب ما شاء الله عليه راح ان شاء الله يحصل على بعض الاسحار بالوادي العجائب او وادي السحره في مشيئة ربنا يا حبايبي. صاحب تعال، هي صاحب تعال يا صاحب تعال. طبعا يا جماعة الخير، هي الكلب صاحب وهي الكلب رامبو. يلا كمل ابوي يا صاحب، صاحب الاشي وطلع الاسحار بمشيئة رب العالمين ان شاء الله. نقدر نكب بلا على بعض الناس ان شاء الله بجهد. دائما الكلب له طريقة بتطبيع السحر، وان شاء الله اليوم راح يبدع ان شاء الله، ان شاء الله انه يكون في اسحار هون ويقدر يطلعها صاحب، نقدر نحصل على بعض الاسحار من الجبل اللي هو وادي العجائب يا حبايبي، وادي السحرة ان شاء الله. تدعونا يا حبايبي ان شاء الله ما يسيبنا مكروه بهالجبل هذا، انه هذا وادي يا اخوان كله شياطين، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من الشيطان الرجيم. وهذا الجبل يحتوي على سر كبير، وان شاء الله بالايام المقبله ان شاء الله يا حبايبي اذا بكره دليت الموقع بمشيئه رب العالمين حسب تعليمات الختيار راح اخوض اول مغامرات الغاز بمشيئه رب العالمين. بس طبعا اليوم الكلب صاحب يوردينا ابداعاته اليوم، وانا دعواتكم يا حبايبي لا تقصروا معنا ان شاء الله. يلا يا صاحب، صاحب يلا بدي همتك اليوم، اطلع لي هون بدي همتك اليوم، ماشي يا صاحب، بدي تورجي المتابعين عندي كيف معنويتك، ماشي يا صاحب. يلا يلا هز راسه يا اخوان، يا الله الحمد لله يا رب يا اخوان. هذا تقلب الجبل كله يا صاحب، ولا تخلي اشي صاحب ولا اشي تنظيف. وين رامبو؟ رامبو رامبو سكن هون. يلا يلا يا صاحب روح، طلق رامبو راحوا، روح يا صاحب روح، يلا يلا يا صاحب روح روح. يلا هل التقينا الاثنين؟ يا رب يا الله التقينا طبعا يا اخوان. هين بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم يا رب. طبعا احنا نتبع ورا الكلب ان شاء الله يقدر يحصل على بعض الاسحار من وادي السحارة. دقيقة دقيقة، هي ضبع اتشر. هي شفتو؟ اه قسم هي اوضي اوضي، قرب قرب. يابا هذا كله وادي صحراء اعوذ بالله، هاي شايفه تفرجوا يا اخوان، تلقي الكلاب، تلقي الكلاب كيف وقفن وقفن وقفن. هاي هاي رجع رجع، شفت كيف رجعنا؟ هاي وين هاي وين طول مكبره فوق؟ طيب هاي وين شايفه؟ هاي مبين عطو، تعال خلنا نقترب منه، خلي بس وضع عليه خلنا نشوف مبين. حجمه كبير شايف، هي منو؟ هي من؟ اختفوا ورا الشجرة من غادي هيك، صح؟ يلا كان على يابا؟ يلا نقول يا رب. هذا الوادي يابا وادي العجائب، كل شيء فيه شياطين، فيه كل شيء فيه. هذا بعض الناس كثير بيحكي معي ان هذا وادي السحرة انزل عليه دائما. يلا يا صاحب، صاحب روح نقول يا رب. يلا يا صاحب ركز، هذا رامبو جسر ان شاء
آه رامبو جاسري أنا ما... قلبه جامد شوي صاحب. يلا شايف صاحب بده يركز، انت خلي عينك يابا على صاحب انه بإذن الله. صاحب راقب لي اياه انه اذا حس بشيء هون في سحر بإذن الله. شايف تطلع عليه كيف باخذ ريحه فعلا، اذا شم ريحه اثر سحر راح يفحش عليه لحاله بدون ما احنا بس نتبع الكلب. تمام ركز بس انت ركز لي على صاحب وظلك سمي بالله. هاي اشرح ورا الشجرة. ترى شام ريحة هون. هنا قديم نصور بيه ولا من نبلش بيه؟ دقي خلي ركز بسم الله الرحمن الرحيم. بيش صار؟ يا الله هنا قاعد بصور بيه. طلع شجرة يا اخوان الكلب. شام مشي. يكون السحر على الشجرة. معقول؟ تدريش؟ بطلع الشجرة بنزل على الأرض مش مركزين معك. أنا من زمان كمان مش طالع سحر وسطك. هيا جربه. شو في شيء هون؟ خلي حدد. هو شام ريحة شيء بس. بلش يزيله يعني انه في اشي هون غلط. طبعا يا اخوان الكلب صح صار يبحش هون زي ما انتم شايفين. فرجوا بسم الله الرحمن الرحيم. هي شو الريحه اللي طلعت هاي؟ والله ريحه قويه اقسم بالله يا اخوان ريحه مش طبيعيه. هي ريحه عفونه او شيء زي هيك صح؟ شايف وين بتدخل الاسحار يا ابو تكونوا تحت الشجر. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. كل بني ادم بده يضر بني ادم الله قبيله. حسبي الله ونعم الوكيل. يا الله يا رب يا الله يا رب يا رب يا الله عزتك يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله يا رب يا الله. شو بس بيبين معه حجر. حجر عشان هيك شكله مش قادر يكمل بحش. طيب اي قاعد بيبحش بالحجر نفسه شايف. يجي بعض حجر قاعد بس حواليه وتحجر ساعده اللي تقدر تساعده. دقيقة بتخلي الحديد اللي هون. خلي بس يحدد على أقرب مكان. أبي أقرب هون. أقرب؟ يا الله يا رب يا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تحت الشجر هي الريحة قوية. كل ما هذا الريحة بتفيع أكثر صح؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الواد ترى كل شعوذة. هاي شايف هي صارت احفر. بسم الله. نفخة. صوت نفخة.
حياتي الله. طيب. صوت نفس قوي بس اللي اجانا صح؟ اه صوت نفس قوي صح؟ اه اه اقسم بالله يا اخوان صوت نفس خلص صاحب صاحب طالي من هون خلني بحش مكانك تعال تعال يا صاحب صاحب تعال صاحب خلص تعال تعال طالي اوه اجري علقه اوه دقيقة خليني اساعدك صاحب طالي من هون صاحب صاحب بسم الله طل الشجع بس اجدك ساعدك بروح لي غاد اذا رامو الشجع كمان وتقول اذانه رغيف الشراكه وين رامبو رامبو وين غاد هذا هو اللي شاطر بيه رامبو يهز ذيله وتقول اذانه رغيف الشراكه ودي يا رامبو بدك تبحش تعال بس هذاك ايش واقف ليه هلا من صاحب خلص يا صاحب صاحب عضب الخشبه شوف يا اخوان طلعتها قمك بيها طلعت الشجر اوه يا ابو ما هو الشجر منزك وهو مصر بسم الله الرحمن الرحيم اقسم بالله يا اخوان انه السحر هون قوي يعني صارت معنا هي هي انجرحت ايد ابوي وزائد انه ايش علقت اجره هون سمعنا صوت نفس بن ادم هون اقسم بالله وكتاب الله يا اخوان ها سمعت؟ اه اعوذ هون 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 في صوت كان بسم الله بسم الله يا اخوان يعني قال بصير معنا اقسم بالله يرد رجع الصوت ثاني مره يا ابوي شو هاد شو هاد طلع صاحب تعال تعال شو بيطلع ما طلع شيء لسه ايوه شو شايفه هذا ضوء اي ماضي هلا احسن هلا هلا بسم الله شو ها شو هاي مسيرة كاملة شو هذا هواح هواح ملابس أبو حجر دبشة هاي اقلب الحجر يا اخوان الشروش كيف طلعت شو صح شو هذا سبحان الله كيف منظر الحجر شو هذا بسم الله الرحمن الرحيم يا اخوان بسم الله ما بحير هي طال سحر بس يا ابوي شو هذا الملابس يا هذا ملابس داخلي صح دير بالك لا حول ولا قوه الا بالله يا اخوان بسم الله نعمه الله على كل واحد بيعمل سحر وضر ايوه ايوه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اوعى شفته بسم الله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم شفته فرق من هون طلع من هون وين طلع من الارض منيح ما قش وجهك بسم الله الرحمن الرحيم دير بالك انه خاتم السحر لسه بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن بسم الله الرحيم بسم الله بسم الله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن يلا خلينا ناخذ السحر خلينا ناخذه ونطلعه من المكان خلينا نطلع من المكان بسلامه اه يا رب صاحب بسم الله بسم الله خلاص تعال تعال بسم الله بسم الله خلينا ناخذه ونطلع هات الشنطة هات الشنطة يلا ها